بيحب بجد ما بيعرفش يقسى، اللي بيحب بجد ما بيعرفش يبعد، اللي بيحب بجد ما بيعرفش يزعل، اللي بيحب بجد ما بيعرفش يخون، اللي بيحب بجد ما بينتظرش رأي حد في حبيبته. سأله قيس بن الملوح: لما تحب ليلى وهي ليست جميلة؟ قال لهم: ومن منكم يرى ليلى بعين قيس؟ لما سألوه: انت ازاي بتحب ليلى وهي مش جميلة؟ قال لهم ايه؟ ومن منكم يرى ليلى بعين قيس؟ مش مهم ده شايف حبيبتك ازاي او عاملة ايه، المهم انت شايف ازاي. ما تنتظرش رأي حد تاني في حد انت بتحبه. الحب مش بالشكل، الحب بالروح. الجمال عمره ما كان بالشكل، الجمال جمال الروح. ما تخليش حد، اي حد مهما كان، يحكم على اللي انت بتحبها او على اللي انت بتحبيه. لو انت شايف الشخص ده مناسب، طز في اي حد، ما يهمكش رأي اي حد في الدنيا دي كلها. وانت لو بتحبها بجد ما يهمكش رأي اي حد. لو كل الناس قالت لك وحشة مش جميلة، خليك ورا قلبك، لان قلبك اللي حبها مش قلبهم هم. ما تحكمش على حبيبتك بعيون الناس ليها، احكم بعيونك انت. لما تحب بجد ما تسيبهاش، ما تبعدش عنها، ما تخونهاش، صونها، حافظ عليها. الحب دقتين، دقة قلب ودقة باب. ما تخليش اي حد تاني يحكم عليها، ما تسيبهاش، صونها، حافظ عليها، خليك راجل بجد. لما تحب بجد ما تبعدش، لان اللي بيحب ما بيعرفش يبعد، ما بيعرفش يقسى، ما بيعرفش يهجر. اللي بيحب بيضحي، بيسامح. اللي بيحب بيسامح فعلا. اللي بيحب ما ينفعش ينام، ما يقدرش ينام الليل لو حبيبته زعلانة منه. اللي بيحب بجد ما بيعرفش حاجة اسمها فراق. اللي بيحب بجد بيكون راجل، ما بيتنازلش عنها، بيصونها، بيحافظ عليها، ما بيخلاش تضيع منه أبدا. ما تقولش حاجة اسمها نصيب. النصيب ده احنا بنتحجج بيه لما نكون حاجة كده مش عايزينها، بنقول ده نصيب. النصيب اللي بجد ان انت تعمل المستحيل علشانها، ان انت تدخل البيت من بابه، ان انت تكون راجل بجد. والسلام عليكم.